الكويت تزخر برجالات مهمة أنجزت وأعطت الكثير وقدمت للجيل اللي بعدها صفات جميلة جدا. أصدقاء أخلصوا في عملهم وقدموا العمل بكل حب وبكل عطاء لهذه الديرة الطيبة. معانا الليلة في غبقة الحمراء السيد محمد بوشهري وزير الكهرباء والماء السابق وصديقه أكيد السيد فؤاد العون وكيل وزارة الكهرباء والماء الأسبق. حياكم الله، حياكم الله، شرفتونا ونورتونا. أول شيء ودنا نقول لكم تقبل الله طاعتكم، وشونكم مع أجواء رمضان؟ في البداية نقول لكم كل الشكر لتلفزيون الكويت ولبرنامجكم هذا المميز على استضافتكم لنا، وتقبل الله طاعتكم في هذه الأيام الفضيلة. عسى يعني رب العالمين يجعلها خير على الجميع. اللهم أجواء رمضان جميلة وحلوة، وانحرمنا منها سنتين. اي والله، يعني بالكويت احد الشغلات اللي تميز رمضان هي اللقاءات الاجتماعيه. الحمد لله انه عقب هاي السنتين، عقب جائحه كورونا، هالسنه هذه بدينا نزور الدواوين، نتزاور مع معارفنا واهلنا وربعنا، ولله الحمد الامور صارت احسن. الحمد لله، حمد وشكر لرب العالمين. الحمد لله. ماذا عن فؤاد العون؟ انا امانه اكمل على كلام ابو محمد ابو هبه. رمضان بالأجواء الجميلة هذه بعد الكورونا، وخاصة الجو المناسب لخروجنا لزيارة الدواوين وزيارة الأصدقاء والأحباء، يسوي يعطي بهجة وحلاوة للفترة هذه، خاصة بعد الكورونا. الحمد لله رمضان سهال السنة هذه. الحمد لله، الحمد لله، والحمد لله جاء بالوقت الحين اللي قاعد على البراد مع تقدم السن، راح يساعدنا وايد يعني. الله يعطيك طولة العمر إن شاء الله يا رب. أبو هبة، يعني لو أرجع فيك لذكرياتك. نعم. مع شهر رمضان قبل وانت صغير. يعني شوف، هذه الذكريات تنقسم إلى مراحل متعددة، يعني يمكن أهم مرحلة فيها مرحلة الطفولة. طفولة. والقرقيعان. رمضان عندنا مرتبط بالقرقيعان، فأذكر يعني أيامها كنا يعني إحنا صغار أمهاتنا يخيطوننا مثل كيس. هذا الكيس ناخذه ونتنافس فيما بيناتنا سواء اخوان او اصدقاء، يعني عيال فريد، فكنا نتجمع مجموعه كبيره ونطلع بالفرجان، وفي بعض بيوت كنا نثبتهم، هذول يعطونا يعني قرقيعان زين وكشخه فاخر فاخر وبعضهم كانوا يوزعون فلوس، فكنا نحرص انه اول ما نطلع بالقرقيعان انه اول ما نطلع نطلع على هذه البيوت. ما شاء الله. اي والله، وكنا يعني نروح مسافات، يعني نطلع من القطعه اللي فيها اللي احنا فيها الى قطعه ثانيه. احنا ساكنين برميثيه ومنطقه كبيره يعني. صحيح. فكنا نستمتع في ذيك الايام. هذه يعني احد المراحل اللي الواحد ما ينساها، تظل محفوره في ذاكرته. ومن ثم بعدين لما كبرنا وصرنا موظفين، صار رمضان مرتبط في الزيارات العائلية أو الأصدقاء أو المعارف أو الدواوين. ويمكن لما كنا في الوزارة يعني أيضا مرحلة أخرى، كنا يعني بسبب طبيعة عملنا كنا قبل الفطور بعشر دقائق يمكن نظل قاعدين في الوزارة، يعني ماكو شيء تسوي لما تروح البيت صايم، لا انت قادر تنام ولا انت قادر تسوي شيء. فكنا نستغل هذه الفرصه، خصوصا القياديين والناس المنتجين في الوزاره، كنا نقعد لي يعني وقت قريب الاذان ونطلع. هذا نابع من حبكم واخلاصكم حق عملكم، يعني هذه الصفه يا ريت تنتقل حق الجيل الجديد. يعني لا، البركه فيهم ان شاء الله، فيهم الخير والبركه. الله يسلمك. استاذ فؤاد، لو تكلمنا عن شو الاشياء الجميله اللي فقدتها برمضان هذه السنه؟ خلينا نقول اختفت. شلون؟ خلينا نقول اختفت. اشياء جميله اختفت ودك انها ترد. اشياء جميله اختفت. سؤالك والله يعني
ما في شيء في بالي الحين، اشياء جميله اختفت، ولكن الحين مع تقدم السن ومع الايام يصير الانترست يختلف، الاهتمام يختلف يعني من سن الى سن اخر. يعني اول مثلا كنا نهتم بالقرقيعان، نهتم الحين بدا يعني يخف الاهتمام في القرقيعان. يعني اذكر انا لما كنا صغار كنا نروح بيت العائلة الرئيسي في الفيحة، وكان الوالد يجيب خيشة قرقيعان، وعلشان يعني كنا نقعد، كانت الوالدة تخاف علينا شوية ما تخلينا نطلع برا، لا انتوا قعدوا وخلي يرقعون يقرقعون علينا ونعطيهم يعني خيشة قرقيعان. اذكرها هذه حيل، يقولون سلم فؤاد، يلا سلم فؤاد اخواني كلهم. فهذه يعني كانت يعني في ذيك الايام شيء مهم بالنسبة لنا. مع الايام بعدين مثل ما ذكر بوهيبة، لما دخلنا في الوزارة ودخلنا في العمل صار فعلا اهتمامنا ان تأمين الكهرباء والماء للصائمين لنا عبادة. يعني حتى لو ما رحنا التراويح، حتى لو ما رحنا الجيام، توفير هالكهرباء والماء هذه للمصلين يخلينا نعطي اكثر. زائد لما نكون زيارات في اماكن العمل، نروح نزورهم في اماكن عملهم لان دوام 24 ساعة، فكنا نفطر نبتدي الفطور عندهم. لما على ما نخلص اللفة في مكان واحد نوصل للسحور تقريبا. يعني حتى مرة تسحرت مع الأخوة الحرس الوطني وأنا طالع من المحطة، تسحرنا معهم. ما شاء الله. كل هذا من تفانيكم بالعمل. الحمد لله الحمد لله. يعني حقيقة يعني خير نماذج عندنا اليوم من خلال القياديين عندنا بالدولة، أبو هبة والسيد فؤاد العون، وشهادتنا فيكم مجروح حقيقة. لكن بتكلم عن الصداقة. نعم. صداقتكم متى ابتدت؟ نعم. السيد أبو هبة مع فؤاد العون، وهل تأثرت أثناء العمل؟ هل علاقتكم من قبل العمل؟ نعم. تجمعكم وزارة الكهرباء والماء؟ نعم. يعني للأمانة أحد الشخصيات اللي أفتخر بصداقتي وعلاقتي معها هو أبو دعيج فؤاد العون لعدة أسباب. السبب الأول يمكن وهذا يرجع إلى عام 95-96، يعني أنا التحقت في الوزارة سنة 94، بدعي كان سابقني. ما شاء الله. واجتمعنا مع بعض في مشروع الصبية. حلو. فكنا احنا قطاع المشاريع وهم قطاع التشغيل والصيانة، ودائما هالقطاعين مرتبطين، يعني متنافرين، يعني احنا نسوي الشغل وهم المفروض يستلمونه، وهم تصير عندهم ملاحظات واحنا نصر عليهم. المهم فتعرفت على أبو دعي في ذاك الوقت، كان هو يعني مدير محطة الصبية كقطاع تشغيل وصيانة، وأنا كنت مهندس في قطاع مشاريع المحطات، وسافرنا مع بعض في عدة مهمات رسمية، وصارت في عندنا علاقة جدا متطورة وأخوية، إلى أن وصلنا إلى مراكز متقدمة، و كنت وكيل مساعد وهو أيضا وكيل مساعد، بعدين صرت أنا وكيل وزارة. وعلى فكرة وهذا بقولها هو يعني من كثر ما أحب أدعي ترى وايد اختلفت معه. في اختلافات. اختلفنا وتهاوشنا، بس شنو هوشتنا بالقرفة، قرفة الاجتماعات، من نطلع أنا بالليل داق عليه ولا هو داق علي ونسولف ولا كأن أكو شيء صار، لأنه الخلاف اللي قاعد يصير على مصلحة العمل، مو نعم. ما نحوله إلى خلاف شخصي وضغينة وأحقاد. فلله الحمد يعني بدعي من الناس اللي أعتز بمعرفتهم، مهندس متمكن في عمله، قيادي أيضا يتحمل المسؤولية وفي كثير من القرارات. يعني أنا كنت وكيل وزارة، إذا ما عندي وكيل مساعد فاهم شغله وعارف شغله راح يتعبني، يخليني أنزل درجة وابتدي أشتغل شغلة. نعم. لا بدعي من القياديين اللي كان شايل شغلة، ويعني هاي شهادة بحقه، ولله الحمد ما زلنا يعني نتلاقى، ويمكن شبه يومي يعني نتواصل مع بعض، وهذه نعمة من رب العالمين كسبناها في يعني، واللي يجمعنا حب بلدنا و أيضاً طبيعتنا في أن إحنا ناس نحب
الجوده في العمل، فاكو شيء يعني مشترك بيننا احنا الاثنين. عسى الله لا يغير عليكم الا للاحسن، لنعرفه ان حضراتكم يعني اصدقاء من ايام العمل وايضا بعد التقاعد. حضرتك قلت لنا للحين ما شاء الله عليكم على تواصل، هذا خلانا نلتقي معاكم اليوم عشان ودنا نعرف عن نشأة الصداقات في العمل. هل من الافضل ترك مشاعرنا على جنب والتركيز على الجانب المهني خلال العمل؟ ماذا عن علاقة العمل بين الزملاء، الصداقة بين الزملاء في العمل؟ ما تريد توافقني محمد؟ طالما اللي يجمع في العمل الهدف يكون واضح، يكون الهدف واحد، الوصول للهدف يمكن أنا شوية أخذ يمين وياخذ شوية يسار، ولكن بالأخير نلتقي على الهدف واحد اللي هو هدف إنه يعني محبة الكويت والعطاء اللي نبي نعطيه حق الوزارة هو اللي يخلي المحبة مستمرة. يعني أنا مثل بهبة مثل ما ذكر لكم، صح اختلفنا، تهاوشنا مرة، وأذكر الهوشة اللي صارت بيني وبينه، ولكن مثل ما قال بالليل بين تليفون نتكلم مع بعض ولا كأن في شيء. عفوا بس ما يؤدي إلى إحراج؟ ما يصير في إحراج الزملاء بالعمل؟ يعني لما نخلي مشاعرنا على جنب بالجانب المهني ونركز على الجانب المهني، ما حسيتوا مرة أن في إحراج لو تختلفون؟ يعني مثلا نقول اختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية. والله أختي خلنا أكون واضح وصريح معك، الموظف فينا من يبتدي يتدرج بالمستوى الوظيفي ويصل إلى مراكز قيادية لازم يكون مؤهل نفسيا بأن يبعد كل ما هو شخصي عن ما هو مهني. أنا لما أعرف أن هذا الموضوع مهني ما أجامل فيه حتى أقرب الناس لي، ما أجاملهم، ما أجاملهم، انتهى هذا الموضوع. أنا جاي أشتغل وأدري أن هذا الشغل ينتهي بهذه الطريقة، أنت تبتي تخرب علي الشغل بس لأنك رفيجي ولا معرفة ولا كذا، تعال بالديوانية واطلب اللي تبيه. بس بالعمل البروفيشناليزم نادره، هنقول مهنيه، لا موجوده لا والله للامانه. يعني انا استذكر وزراء عملت معاهم بنفس العقليه، عبد العزيز ابراهيم والنعم، احمد الجسار، عصام المرزوق، بخيت الرشيدي، للامانه يعني هؤلاء يعني هم مو حاضرين لكن ملكتهم حاضره، كانوا من هذه النوعيه من الوزراء اللي يدفعون نحو الإنتاج. وموضوع العلاقات الشخصية مطلوب أنك تهتم فيها، مطلوب أنك تراعيها، ولكن بحد معين بحيث لا يؤدي إلى عرقلة جودة العمل. نعم واضح. أبو دعيج تهاوشت أنت وبهبة صديقك طبعا، تهاوشت لما كان هو وزير وأنت وكيل مساعد ولا؟ لا كان وكيل وأنا وكيل مساعد. شنو سبب الخلاف؟ والله هي كانت لجنة شؤون الموظفين أذكرها، وكان في اختلاف على تقييم الموظفين، ولها وجهة نظر يعني كونه وكيل وزارة وأنا لي وجهة نظر كان وكيل القطاع، فصار في خلاف وأنا طلعت من اجتماع يعني مثل على قولتهم قاعد أرجف من العصبية، وحتى قال لي روح زين قدام الوكلاء. يعني بس دائما الاختلاف يصب في مصلحة العمل. هذا خاصة الحمد لله، يعني عمري ما اختلفت معاه لشيء، يعني حتى في مرات يعني مثلا شغله مثلا ما تعجبني اقول له ابو هبه ليش كذي؟ يقول لي ابو دعي هذا يعني لازم نتعامل بالطريقه هذه علشان نتفادى مطبات، نتفادى مشاكل، وكونه الريال يعني وكيل وزاره له عنده رؤيه اوسع من رؤيتي انا، اللي مراجعينه يختلفون عن مراجعين اللي يجون عندي، فانا عرفتها بعدين يعني النظره تختلف. نعم. بالحديث عن وزارة الكهرباء والماء، شو اللي يختلف بالعمل في وزارة الكهرباء والماء عن باقي الوزارات والهيئات؟ اسمح لي بوهبة من خالف، وزارة الكهرباء هي صناعة ثقيلة تختلف عن أي صناعة ثانية، يعني الكهرباء والمصافي البترول نفس الليفل، نفس المستوى، فأنت الحين لما نتعامل مع مكاين ضخمة، نتعامل مع محولات ضخمة، بنية أساسية فلوس بالملايين والمئات الملايين، هذا الاختلاف مع الوزارات الأخرى، مع احترامي للجميع ولكل يعني كل مكمل بعضهم البعض، ولكن طبيعة عمل محطة مو محطات الوزارة الكهرباء والماء كونه في شغلتين لازم نحافظ عليهم، استمرارية
وأن تكون على طول وأن تكون في أمان لفترات طويلة لسنين لعشرات السنين، دائما خططنا إلى 50 سنة لقدام. فهذا الاختلاف أنا مرات أقول ما يصير مثلا الجهات الرقابية تعامل وزارة الكهرباء والماء مثل ما تعامل بعض مثلا بعض الوزارات، ما بأسميها عشان ما أحد يزعل، مفروض في اختلاف بالتعامل في الجهة الرقابية مع وزارة الكهرباء والماء اللي هي حريصة أن تكون استمرارية متواجدة. نعم. لأن مرات تصير مشاكل المواطن ما يحس فيها، الوزارة تصير على 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 أعصابها واقفة على أساس أن تمر المشكلة هذه. نعم. فهذه ترى فيها حلاوة، يمكن ساعتها تكون مضايقين وخايفين وما ليش، بس عقب ما تخلص المشكلة نحس في حلاوة، فيها لذة. نعم نعم أكيد. أبو هبة، اليوم لما أكون أنا مهندس شاب موظف في وزارة الكهرباء والماء، أكيد عندي أشياء ممكن أطبقها أو أحلم أن يتم تطبيقها علشان تكون مسيرة العمل أفضل وأفضل. أنت وصلت على رأس الهرم في وزارة الكهرباء والماء، سويت شنو من أحلامك اللي كانت موجودة عندك لما كنت مهندس وعملت فيها لما صرت مسؤول أو وزير الكهرباء والماء؟ خوش سؤال، أشكرك أخوي محمد. يعني فعلا أنا بديت مهندس مبتدئ إلى أعلى الهرم إلى أن وصلت إلى وزير. وبالفعل يعني في كثير من المراحل لما تعايشها أنت فظروفها أنت تعرفها أكثر من غيرك. إحنا كمهندسين أول ما بدينا يعني في العمل البدلات كانت محدودة ومعاشاتنا كانت محدودة، وأيضاً أكو قصة مهمة ولازم نقولها بعد يعني بدون مجاملة، يعني ممكن تلفزيون الكويت المساحة مفتوحة. قصة الواسطات هذه واحدة من الشغلات اللي كانت تقتل الطموح عند الموظفين. يعني أنت تي مهندس تشتغل تنتج تراعي الجودة في العمل تسمع كلام مرؤوسينك، ولكن قدرة قادر شخص لأن عنده قرابة مع الوزير شهادة دون المتوسطة يصير مدير عليك بس لأن الوزير يبي. فهذه واحدة من الشغلات اللي أنا لما صرت وكيل وزارة قلت يا جماعة الخير، موضوع المناصب الإشرافية يجب أن تربط بنظام دقيق من خلال إعلان واختبارات. نعم. أي قبل كانت لا، مجرد وكيل مساعد يتفق مع الوكلاء الآخرين ويزكي له واحد لمنصب رئيس قسم مراقب مدير إدارة ويمشي. نعم. من جيت أنا لا، قلت يبغى نحط لها معايير اللي هو الاختبار الإعلان الشفافية. وأذكر وقتها أيضا اخترت بدعي يكون رئيس لجنة الاختبارات لأني أعرف بدعي جدي وما عنده محاباه لأحد. فالحمد لله هذه واحدة من الأشياء اللي أفتخر أن نجحنا فيها في وزارة الكهرباء، وكنت يعني من بدايات الأيام أشعر فيها، ولما صرت مسؤول الحمد لله نجحنا. نعم الكهرباء. بس في عتب من بعض الناس عليك أبو هبة. نعم. لأن في طلعت في إحدى القنوات المحلية قبل 4 أيام أو 5 أيام وتكلمت عن موضوع الواسطة هذا، فقالوا الناس أبو هبة لما كان وزيره ولما كان وكيل ليش ما تكلم الكلام هذا لما طلع. نعم. تقاعد او استقال. نعم. قام يتحكى. نعم. فليش؟ اول شيء اشكرك اخوي محمد على اثاره هذا السؤال. اول شيء خلينا نشرح للاخوه المشاهدين خلفيات، يعني الفيديو انتشر. نعم. والفيديو كان يركز على موضوع انه في مجموعه من الموظفين حصلوا على شهادات من احد الجامعات في الدول الاسيويه. نعم. وهذول كان عليهم علامه استفهام لانهم يعني بالصدفة اكتشفنا يعني لا يفقهون شيء بتخصصهم ولا باللغة الإنجليزية، اللي أعطانا يعني دلالة أنه طريقة حصولهم على الشهادة كان عليها علامة استفهام. اللي طرح هذا الموضوع كنا في لقاء في الشاهد. نعم. فكان الحديث عن موضوع الدوائر والانتخابات، فأنا كنت أتكلم بشكل معمق على أنه الانتخابات عندنا في الكويت مرتبطة بدوائر الانتماء. نعم. علماء الاجتماع يفسرون أنه الإنسان دائما عنده دوائر ينتمي لها، الدائرة الصغيرة اللي هي العائلة ثم القبيلة ثم الطائفة ثم الدائرة الأكبر اللي هي الوطن. وكنت أقول دائما الإنسان
اللي ينتمي للدائرة الأكبر دائما تلقى طموحه أكبر، تلقى أداء أفضل، تلقى اهتمامه بتطبيق القانون وتفعيله يكون أكثر. صحيح. وضربت مثال وجبت هذا الموضوع أنه أحد النواب كان يتوسط لمجموعة من الموظفين اللي هم يعني دائرته الانتخابية الضيقة. نعم. يحاول أن يكسر فيها الإجراءات مالتنا بس علشان يضمن أصوات ناخبين. فهذه كانت القصة وراء طرح هذا الموضوع. أدري بس السؤال، نعم، أنت ليش ما قلت أثناء لما كنت أنت مسؤول، ليش لما طلعت من الدوام تقاعد أو استقالة؟ أشكرك أخوي محمد. ليش ما ذكرت في 2017 بجريدة السياسة؟ وإذا تبي الحين أطلع لك التاريخ في جريدة السياسة 2017 يحطون اللي عنده هذا التساؤل يقول ليش ما تكلم. لا أنا متكلم وأنا على رأس عملي في عام 2017 في جريدة السياسة، كل هالكلام اللي قلته موجود، وإذا تبون التاريخ عندي يا ما شاء الله. ترى لولو أبو هبة لما مسك وكيل وزارة هو الوكيل الوزارة الوحيد حط مكتبة بصمة. الله يعطيك العافية. أنا كنت أبصم وأنا وكيل وزارة. الله يعطيك العافية، عساك القوة إن شاء الله. وشكرا على الإيضاح، يعني يمكن كثير من المشاهدين يتساءلون عن هذا الموضوع. شكرا على مصداقيتك وشكرا على الشفافية اللي تتكلم فيها. الله يحفظك. أنا ودي أضيف شغلة. تفضل استاذ أبو هبة. كنا في اجتماع لجنة الموظفين وكنا نقابل الموظفين حق الوظائف الإشرافية، فجانا واحد خريج التشيك، فأبو هبة قال له مهندس ها؟ قال له عد لي من واحد للعشرة بالتشيكي. هو عند يعرف من واحد للعشرة بالتشيكي. ذاك ما عرف يعد من واحد للعشرة، مهندس ما يعرف أرقام، فيعني مصيبة. لا المضحك في هذا الموضوع، هذا مهندس يعني جاي، هو كان فني وحصل على شهادة الهندسة، هو كان فني كهرباء وماخذ الشهادة بالميكانيك. فأنا استغربت يعني من الانتقال من كهرباء للميكانيك، يعني ليش سويت كذي؟ قال قبلوا لي وحدات اكثر. قلت له زين، سالته كذا سؤال في الميكانيكا في الثيرمودينامكس يعني كان ماكو شيء. فوصلت معاه الى اني قلت له، اعطيته ورقه بيضاء، قلت له حط سؤال، انت حط سؤال وجاوب عليه، لان انا يعني مطلوب مني اقابله عشان اذا اوكي نوضح. كان يقول لي انت فاجأتني. لبشنو فاجأتك؟ يعني هذا تخصصك، تخصصك ودراستك، وين دراستك؟ يعني وين تلقى واحد يقول لك حط سؤال وجاوب عليه؟ ليش هذا الشدة أبو هبة؟ وإذا الرجال مثلا هل معترف فيه من وزارة التعليم العالي؟ أي معترف. وليش ترفضه؟ أنا ما أرفضه، أنا ما رفضته كشهادة، أنا أرفض تعديل وضعه. هو فني يشتغل عندي فني، أوكي، يا يبي يعدل وضعه بيصير مهندس. إنزين أنت بالنسبة لي مؤهلاتك ما يعني ما ترقى إلى أن تكون مهندس، فليش أعدل لك هذا وضع؟ حق للمسؤول. إيه حق لوكيل الوزارة. هو الدليل على كلام أبو هبة صح كلامه، كان التقييم من عند حضرتك. أي نعم. تقييمه هو كأداء. نعم. دليل على صحة كلام أبو هبة أيامها بعدها، يعني كان صح معتمد الشهادات من وزارة من التعليم العالي وكل شيء، ولكن بعد فترة حتى وزارة التعليم العالي قالت في عندنا شهادات مزورة، في أحد الموظفين كان يختم يصدر. نعم. الشهادات. لا التزوير شيء آخر، بس اليوم رجل موقع شهادته ومعترف فيها مزورة، طلعت مزورة من جامعة غير حقيقية. لا وزارة التعليم بعد تصدق. اي نعم اعترفوا وقالوا وزارة التعليم قالوا. خلنا ناخذها كذي. نعم. الاجراء قانوني. الاجراء قانوني. أي. الاجراء قانوني. مالك حق عليه. لا 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 انتبه. تفضل. الحين هل انا تصرفي كوكيل وزارة ضمن القانون؟ نعم ضمن القانون. بس. لان تعديل الوضع انا مو مطلوب مني اقيم شهادته ولا املك. لكن كشفت انه هو مو كفو وما درس. انا صلاحيتي في تعديل الوضع. أوكي. بدل ما يكون فني يصير مهندس، هاي صلاحي. انا هني ارتئيت للمصلحه العامه، لمصلحه البلد، لمصلحه العمل، ان هذا ما يرقى انه يكون مهندس، ف ما عدلت وضعه. الان هو عنده طريق اخر، يقدم استقالته، يروح يقدم الى ديوان الخدمه المدنيه ويتعين تعيين جديد. نعم عنده طريق. نعم. صح. بس انت لا، أنا عندي ماكو. شوف أنا الحين وقبل، هذا رأيي مصلحة البلد. شوف خلنا نتكلم بكل صراحة. نعم. جودة العمل منين تجي؟ من جودة الموظفين. اليوم خلنا ناخذها في الطرقات. ليش هذه الطرقات اللي تشوفونها تعبانة؟ لأنه يا مقاول فاسد أو واحد استلم هذا المكان وهو إما أنه فاسد مثله أو أنه غير مؤهل.
غير مؤهل منين ياتيات من انه مع الاسف ديوان الخدمه المدنيه لما يو وحطوا الكوادر الهندسيه رواتب ضخمه 1000 دينار قاعد يزيد راتبك فجاه، هذه شوقتهم الى انهم يشوفون لهم اسهل طريقه يحصلون فيها على شهاده علشان يحصل على هذه الاموال. الان احنا في رمضان، هل هذه الاموال حلال ام حرام؟ انا اتركها لكم واتركها للمشاهدين. اللي يحصل على شهاده بهذه الطريقه هو لا حضر ولا يعرف المواد ولا يعرف شيء، فقط كل همه انه يحصل على هذه الاموال. اوجه له رساله، الفلوس اللي قاعد تصرف فيها على عيالك روح اسال فيها اي شخص واسال ضميرك قبل لا تسال اي واحد، تجوز لك ولا لا؟ او حتى البعض من جامعات وهميه ايضا. بالضبط. نعم. استاذ بدعي، ودي اسال حضرتك سؤال يمكن يتبادر لذهن الكثيرين، شنو تتوقعون او شنو تحلم ان تكون مستقبل الطاقه في الكويت؟ طبعا دائما تكون الطاقه المتجدده كونها هي الترند اللي للمستقبل، عارف شلون، وكونها اقل كلفه في توليد الطاقه الكهربائيه. فاتمنى ان الكويت تكون من الدول الرائده في الطاقه المتجدده، حفاظا على البيئه، حفاظا على الاموال، لان فعلا التكلفه عاليه بالوقود المستخدم، حتى لو غاز اللي هو اقل اسعار وانظف انظف انواع الوقود. فالطاقة المتجددة هذا حلم أمانة. ولما كنت أنا في عضو في الهيئة العامة للبيئة في مجلس إدارة، كنت دائما أتوجه وأتشدد حتى على وزارتي، كنا نحط التزام على وزارتي نتشدد عليها إنها تكون تطلع طاقة نظيفة، والحمد لله نجحنا بالوقود البيئي في مع الأخوة في البترول. الحمد لله. طبعا شهادتنا فيكم مجروحة أبو دعيج، وأكيد معالي الوزير السابق للكهرباء والماء محمد بوشهري، شهادتنا فيكم مجروحة، نشكرك. إذا في كلمة اي والله توجهها. أنا دامني معاكم واستشعارا بالدور اللي يقومون فيه موظفين وزارة الكهرباء والماء، حقيقة أناشد كل من له سلطة بأن يراعون موظفي وزارة الكهرباء والماء، خصوصا فيما يتعلق باللي يشتغلون في المحطات أو المحطات الرئيسية في موضوع اللي هم يسمونه الأعمال الشاقة. فعلا أبنائنا وبناتنا اللي يعملون، أنا أتكلم عن المنتجين منهم، نعم. كلامي واضح، نعم. عن المنتجين من أبناء الوزارة وبناتهم يستحقون كل الدعم، يستحقون أن يحصلون على بدلات تكافئ إنتاجيتهم وعملهم، وإن شاء الله في يوم من الأيام نجد من يتبنى يعني مطالبهم وتتحقق، فقط للمنتجين منهم إن شاء الله. أرد أكد إن شاء الله بإذن الله. فؤاد العون، والله أنا أتمنى نفس التمني مع أبو محمد بو شهري، وخاصة مع تقادم المحطات الحين، في تقادم معدات عامة، كان محطات كهرباء ولا محطات النقل ومحطات، في تقادم. فالأخوة أو الأبناء الموظفين قاعد يشتغلون في بيئة فعلا خطرة، يستحقون البدلات اللي تعرضهم للخطر. فنتمنى لهم التوفيق، وفي عندنا الحمد لله خامات وايد، يعني كثير مثل عندنا مميزة. خامات تعبانه، ولكن هم بالتاكيد عندنا خامات اكثر من ممتازه. اكيد كل الشكر لكم على وجودكم معنا اليوم، الوقت خذانا ودنا يطول اللقاء اكثر. الله يحفظ. شرفتونا ونورتونا اليوم في غبقه الحمراء من خلال شاشه تلفزيون دوله الكويت، واكيد انتم على راسنا من فوق ونفخر فيكم. الله اكيد من رجالات الدوله المميزين واللي ينضرب فيهم المثل بالعطاء والاخلاص بالعمل. شرف لنا. شكرا لكم. مشكورين. وعسى الله يديم هالصداقه هذه ما بين بوشهري والعون. خلينا نطلع فاصل ونرجع مره ثانيه.